يلا. ايه عنده رقايه. لا لا. ايه ايه ترقى تنقز وتعود. واحد اثنين ثلاثة. سلام. لا 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 غلط غلط غلط. لا 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 لا. من اللي فاز؟ اللي فايز محمد فرح. كفو كفو يستاهل ابو مفرح. مسفر لا تضغط ليه ما راح تاخذ شيء؟ وصلت قبله والله انا وصلت واصل قبل. انت واصل للربع. هو وصل لاخر شيء. انا وياه من اي تعال. انت وصلت لهادي للفيل. هذه شلون نلعب فيه؟ ما دفت انا اشوف. ها؟ انت بتفوق. يلا لا تفحل. صدق انا التحيز احنا نفس الاداره التحيز. خلي خلي انا مجاوب اوه يا ربع في تصريح من الكنترول. ها اللعبه هذه اكثر واحد يطول فيها فوق له 1000 نقطه. دقيقه دقيقه. لا لا بالدور عزيزي. هذه اكثر واحد يطول ثابت فوق 1000 نقطه. حلو. لا لا يظل ثابت فوق. ناس كذا توقف توقف يا عزيزي. وقف. خلاص دقيقة. ليه؟ ما بدينا الوقت. ايه ما بدينا. صفوا يا الربع ورا بعض. الربع. يلا دقيقة أول اخواني المشاهدين. خلاص. اللي فاز. لا الحسبة عندك محمد فرح منه؟ مسفر السعدي. واللي فاز. اللي يبون نقاط منه تبي نقاط. يلا وقف. لا تعال. ماجد وراهم نادر. قوم ما عندك صوت. انا ورا عبد المحسن. قوم تعال. يلا الاول عبد الرحمن العزيزي. روح خلينا عند فوق ولا نلفا. يلا كل اللي يبدا لا هل نقطة. ما في نقطة. اطلع. لا لا يلا 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 علشان يا عزيزي. يلا خليك واقف. العب. يلا ابدا. يلا واحد اثنين. واحد اثنين ثلاث ثواني. خل تنام. لا توقف. حجر ورق مقص اجل. يلا. يا رب. بالنص. واحد اثنين ثلاث اربع. حلو العسيري العزيزي ثلاث ثواني. ابو جابر صرح قبل تدخل. الله عليك ابو جابر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لا هذه يا غشاش 18 يخرب بيتك. انت خلاص اسحبه. خلاص يا ابو مفرح. وصل طبعا اخونا محمد جابر لل 50. ها؟ 50 صدق ولا محيي؟ لا 50 محمد. لا 50 ابو جابر. 50 اروح. يلا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 505. كفو. خلاص انت خلاص يخرب بيتك. وصلتك الى كم؟ وصلتك 505. 505 خلها بالحقات. خلي ما لا المستر قاعد. يلا وفاز اخونا محمد المفرح برقم 505. اصبر شوي بجيب الكيك. من الاخوان؟ لا لا نرجع هناك. هذيك ما تبين احد عندي ولا عندي. يلا
اسمعني. يلا يلا مع اخونا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تحيز ستة سبعة ثمانية تسعة 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 ثواني. صدق كم ثواني؟ كم والله تسعة؟ كم والله جاوب زين؟ والله تسعة هادي والله العظيم. أخو العيال جاوب زين. نص واحد جاوب زين. باقي واحد باقي تسعة باقي تسعة. واحد اثنين يلا يا ولد. دقيقة دقيقة العب ورقة مقص معه. يلا ورقة مقص بينكم بينكم بينكم. يلا واحد الفايز من مرة واحدة اللي عادي حجر ولا ثاني مرة واحدة اللي يفوز يلعب مع هذا أخي العادي فيها. يلا 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 العب يا ولد. حجر ورقة مقص خلاص العب مفرح. فاز محمد مفرح. يلا 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 يا جماعة الخير. يلا هادي ومحمد المفرح من الأحسن من الأفضل من الأسرع من تصريح تصريح هناك أبو جابر. أبو جابر هذا النص تصريح صاحب الفعالية لا تنسى هد فيها صاحب الفعالية. أيوة مشروب فنجالة. أيوة وش اسمه من طمع بالفوز مشروب فنجال. فوفو صرح صرح لي وأنت صاحب الفعالية ولا عليك من صرح ولا إيه احنا اذا في شيء ورا الاول بنتعده. يعني وين الاخير؟ اذا في شيء ورا الاول قدام الاول بنتعده. الصداره يا سلام عليك. يلا 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 بنشوف بنشوف. صدقني لو معكم اخوان انت كنت اخوان واجد صدقني تفوز. انا البستوبي فايزين كل الاول. يلا واحد يلا 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 يلا, يلا. هادي من رفعة. دقيقة 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 نرجع للفار محمد بن جابر. وش تقول للفار محمد بن جابر؟ دقيقة دقيقة أبو مفرح صدم فيدي. دقيقة وراح للأصفر اللي ورا. طيب علمني من اللي أنت حكم هنا حطوك الريجين هنا أنك بتجيب الأول. من اللي مسك آخر واحد جاء آخر واحد الأصفر. أيوة هادي يعني محمد مفرح. محمد مفرح بس ثوبي خيبت املي فيك يا محمد مفرح. ثوبي كان اولا السبب ثوبك. ايوه ثانيا وهذا انا مش هادي ما الثوب ما له اي مشكله. المشكله انك ما كنت خواضه. صدق لو كنت خواضه تاخذ الاول. كفو يا هادي. تسقط على المعلق محمد. تسقط على المعلق يا محمد. صدقني انا اوريك واخذ ثوبي منك. تعال هادي هادي اسمعوا هادي. تعال ايش تقول هذا؟ الاولها الاوائل مهم غريبه علينا والخواضه تنسى والخواضه بيض الله وجهها. ايه بيض الله وجهكم يا اخواننا. الله الله ما اقدر انظر خلاص. تحدى ولد انت صاحي تحدى الخواضه ولا كنت خواضه معها انت بعد؟ انت كنت خواضه طيب؟ انا فات كنت خواضه؟ ايه صدق انا والله هذا ما كنت خواضه ما خلي عليك والله صدقني ما فيها امل. يلا انت مش اكلت مجموس دياي؟ مجموس دياي والله مجموس دياي وخواضه وعريكه وخواضه. يلا مسفر حول. يلا يلا مسفر ارجع. ابو مفرح ابو مفرح الفار الفار ابو مفرح الفار الفار محمد مفرح هو الفار.
تصريح اخواضه وعريكه وصرح وزبطني زبطني براندي بعدين اخواضه زبطني والله الشيء اللي بي يعني اللي بيحز في خاطري انها لعبته وبهزمه فيها عشانك قلت وش هذا اللي بيهز متاكد اخواضه وعريكه اثنين ابو راضي وش تقول محمد جابر مع انك اكلت اخواضه انا شارب حليب كرنيشن قبل شوي حليب شاي يلا 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 والله ما عاد قدرت ما قدرت احيز من لكن يلا 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 واحد استعداد يلا واحد استعداد اثنين شبنا هذا الانطلاق يلا 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 دقيقة تعال خالد جعدي تعال خالد جعدي هرج الف كنترول وقول من اللي فاز من اللي فاز عزيز طالع دقيقه بجي محمد فتح خلينا نفرح الكنترول يقولون هادي فاز دقيقه اي والله محمد فرح بما انك اخو لي بما انك حطيناك لا مو لا هادي فاز صح اولا دقيقه يا خالد عندنا هنا مكالمة محمد فرح معنا الفار محمد فرح وش تقول يا محمد فرح اولا يا ان كان فار انت قطو وياه عايش مني طيب لا لا هلا الله الأول من الأولات محمد جابر عرق ل هادي هنا والله ما عرقت أنا ولا فعل هم مسكه ودفه أي والله ولا هادي كان الأول ما شاء الله عليك والله إنك تصرح لا وكذا هذه الكذب إن كان كتب السد وذمه الضمير محمد جابر فاز يا الفاشل حنا نصدق حنا نصدق أبابا وسحس والربع اللي هناك أبابا إذا هادي أو سحس إذا هادي قل إيه إذا محمد جابر قل لا أبابا صدقي راح يتحيل لا 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 جات التصريح من الكنترول الفائز والمسابقة هذه محمد بن جابر من السعودية أبو جابر أو حتى نكزل يوم أسلا أخذ يوم وبشير بالسعد هاي يا ابو جابر وسع وسع عد عند العزيزي في تصريح هني يا هادي بالربعه سلمنا لكم مثل الفاضي يا فاضي اسمعني خالد الجعدبي انت مع عمك اكلت خواضع معي لا كل والله اي والله وانا اقول على الصدام الماجد الرشيد صاد احنا في تيك توك احنا لا على الصدام باللعبه راح افوز يلا وانت ايش تقول ما اشوف شيء هو صدام ما في بسرعه قولي يلا 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 يا دقيقه يلا اصبر يلا تحدي دقيقه ابو حنيف دقيقه في تصريح بس دقيقه الحين ما تبطي تعال احمد ايش تقول لابو هادي فين ابو هادي ما راح سنيكرز وخواضه سنيكرز وخواضه وخواضه حيك للعين ابو هادي والله انك تبطي ابو هادي يلا يلا يا عيال يلا ها فن صنع يلا نزل المايك بدون هذا مع مايك يلا اسمعوني اذا قلت طقت اجربوع دزوا واحد اذا طق دقيقه انت على طول خفيف خليك ثقيل خليك عندك ثقل ها يلا واحد اذا طق اجربوع يلا اوه الخواضه والسنيكرز وذاك ياكل من عيشه ماما نوره اوه النقزه اوه هادي والله ماما نوره وجوده موجوده خل نشب خيبت دقيقه خيبت املي فيك يا احمد حنيف من اول احسب انك عندك سنيكرز واخواضه احسب انك بتفوز لكن صل على النبي انا ختلت باللعبه ما توقعت فيه نزله ما توقعت والله في نزله في اللعبه طحت على وجهي والله ولكن لو عيدها والله ما يفوز ابو حنيف ابو حنيف قتلت بي والله كان امل فيك هادي ايش كيف طاح وجهي كان خلاص الجعدبي قوم 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 يا خالد الجعدبي هذه فقرتك يا خالد الجعدبي وما لعبت وما فزت هذه لعب وخسرنا فانت حاول انك تفوزنا ما تقدر والله لحالك ليش لحالك انت بيض الله وجهك اول شيء دقيقه تحيه بس قبل ابدا بيه كلمه شكر لفرقه الدعم فريق وفريق هذه تحيه تحيه لجروب دعم ابو غالب وتحيه لجروب دعم ابو راضي والله انكم امتعتونا وونستونا والخواضه لا لا مو الشكل عزيز انا ودي العب على شيله شيله اي صف 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 جروب الدعم دقيقه ابو واحد اخر تحدي في تحدي بين اخوي احمد حنيف ومحمد جابر سريع انا فار
بسم الله الرحمن الرحيم وانا اتوكل على الله. عند الشارع الثالثة تنطلقون وبإذن الله الواحد الأحد انه الأول بينكم. عاد جهز لنا شيء. لا يلا نبي نلعب صفين واحد صف يا رجال اسكت. اسف اسف. الأول واحد اثنين ثلاثة. الأول الأول من تتوقعون؟ من تتوقعون؟ الأول هو محمد جابر. مزق فيك مدرك انت جنون. سلمت ولد ولد سلمت ولد. لا لا مو ببلاش الربع على الواحد بعشرة. وعند اخواني هناك هناك اللي عند العصائر عشان يعني سلاش مجوله. حياكم حياكم الله وبياكم. يا هلا والله وسهلا. طبعا جايبين لنا مشروبات اللي هي هي مو هو اصلا تكون سلاش بس انها عصير عصير من غير سلاش. عصير من غير سلاش سلك اموره. اسمع سبرول ها كذا ساعه تثلج والله. اي والله سبرول والله. ايش تبي انت؟ ابي ما تشربون الا بعدين عشان تضحى. ما بروح اكل الكيكه اللي هناك والله انا بهتري ما لا انا ما علمت في كيكه يا ولد. لا انا باكلها لحالي. انت كيك؟ لا انا باكلها لحالي. بسم الله يا ولد انا معك. شكرا لا احمد حنيف. لا ننطر لين يثلج هذا الظاهر لازم. بيطول والله بيطول لكن خلنا كيك. خلوه خلوه لا يا يلا يلا كيك. يلا مشينا. كيكه يا خالد كيك. خالد الكيكه خالد. خالد الكيكه انا كيكه يا حبيبي. هيا ابو واضح واضح دقيقه ما واجهت انت خايف ولا ما يفعل هذا خايف. لا مو بتشغل السالفه تو تو شغل. لا طقه تحت تحت. لا تحت شكو. ايوه حط اقوى شيء الحين. شوف عدل العشرة هذه راح تضبط والله. حبيبي ثلاثة أربعة خمسة. عبد الله ومنيب أحبك. لا عد العشرة بالإنجليزي. جرب هنا عشان تأكد. وين؟ جرب هنا عشان تأكد. شو حاط؟ إدري إيش برور؟ لا لا قبل القهوة كلمة شكر مني ومن هادي. لا شكرا أخيرة يستاهلون. يا أخواني أخواتي اضرب الدعم يا عزيز. مقدم طالع الكاميرا على كيفك. الضياغم يا الضياغم والله العظيم كلمة شكر قليلة بحقكم وكلمة شكر للدعم خالد الجعدبي قليلة بحقكم. بيض الله وجيكم اسعدتونا. ان شاء الله وباذن الله ان القادم اكمل باذن الله. واعذرونا على اللخبطه اللي صارت في تصوير فيديو كليب ما امدانا نضبطها بالطريقه اللي نبيها. اي أيوة والله لكن الفعاليه باذن الله انها في حفل الختام باذن الواحد الاحد. الله يوفقنا وياكم بالتوفيق الطيب وابشروا. شوف اقول لك اياها من الحين وانا اصرحها فيديوهات كليب من الرقم الاول. هذا الاول. الثانيه من ابداعات اخواننا كلهم كلهم والله العظيم انهم بدعوا وجايبين شيء باذن الله انها تبقى ذكرى الين لو تجي 100 برنامج ما تسجوا من هذا الكيان العظيم ومن هذا أيوة النسخه العظيمه. والله وانا اشهد باذن الواحد اللي بتشوفونه ان شاء الله بالحفل الختامي. بيض الله وجيكم وما قصرتم تو الناس حياكم هناك عشان انتقهم. وينك انت من اليوم؟ انا قاعدين اشكر قاعدين نشكر. قاعدين نشكر في فعاليه في فعاليه قاعدين. ايش ما خلصت فعاليه اخوي؟ ايش صار؟ لا قاعد اشكرهم على يعني ابغى اشكرهم. لا خلاص على العسيري الاطفال يا رجال. عادي عسيري عسيري ترك القلب خصم.
فإذا الله يجيكم وما قصرتوا الله يجزاك خير. يلا شكرا. أبغى ألعب ما لعبت. طيب لعب بس حط قهوة. عمل الله خير. إيش لعب؟ إيش لعبت أنت؟ أنت لعبت؟ هذا اللي يا ولد شنو أنا ما شفته. لا هاي ظروف فيها فلوس يا ربع الله. دراهم الله الله يا دراهم. لا 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 في شيء بعد وين هذاك في اشياء في دراهم اخو الايوت في صغار في كبار عيال يا عيال يا عيال في شيء ترى نشوفه احنا يا عيال ترى ندري عنه احنا جاب الاثر جميعكم جميعكم تعالوا تعالوا اللي فاضي يشرفنا في ساحه ابداع. عندك تصوير؟ يلا بس يا رجال اي دقيقه حقنا في كلام اي طلع في كلام وايد سبيكر سبيكر على الهاوس غرفه النوم لو سمحت يا عيال اخواني اللي يسمع تجمع بساحه الابداع ضروري جدا حاله طارئه ضروري اخواني طبعا بقراها وانا انا قاعد بعطيها بعطيك اياها نصها واخذ نصها انا حلو طبعا أنا الأوراق هذه في في استريح يا أبو جابر يا مرحبا وحلين 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 إخواني هذا اللي نفسه ترى بس صغار بفتح أول ظرف المتسابق مسفر الأكل بي ابتدى يوم وبث جديد مساءك خير وعساك على القوة هو خير الأثر أثر طيب وخير ما يترك إنسان سبب دعوات تمطر عليه وتكون سبب خيارات تغشاه ايا كان في شتاء بقاع الارض وتركنا ما يبغى لكم بعدكم ستكون ليله محموله مفاجآت عليك بالبث ووناسه ومنا البقيه الى وقت وصول المفاجآت نبي نسمع سالفه حلوه صارتك. هذا اخونا هذه المسفر مكتوب فريق فريق اثر اثر ايوه اثر اسمهم اثر والله ما ادري بس فريق اثر يلا فريق اثر مشي الموضوع. الرساله الثانيه المتسابق محمد الدنعه واحد الصوت يا الربع ابتدى يوم وبث جديد لا نفس الرساله اي نفس الرساله خلاص قريت واحده محمد الدنعه نوزع على الشباب ان شاء الله بس يتفضلوا يا اخي وزع على كل واحد وخليه يقرا لا خلاص هي كذا كتابه واحده دي لا لا دي كل واحد باسمه هذا يصير لك دي هذا محمد الدنعة لا 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 خذ الجعدي عبد الرحمن العزيزي تفضل هذه حقتك هذا حقتك انا بها ظرف درع والله فيه الظاهر 500 يقولون الله يجيب الدرع مسفر السعدي صالح بلوي كفيلك امسك لا انت وش يقولون؟ صالح بلوي وش يقولون هنا؟ ابتدئ يوم وبث هذه بالربعه سابقه يا شباب عليكم زود بسام عشق خله سبب دعوات انتم طلعت احمد حنيف عبد المحسن عسيري وين مكفولك ها؟ الدعم كله ما ابغى منه الا دعم والان محمد جابر قريب لا 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 تستاهل ابو جابر هذا من؟ معجب القحطاني جلسة سوالي قصيدة بشرو بس سعد مشعل القحطاني في ايه؟ بشرو بس سعد مصاب بس سعد بدون سلمى بن بلحي خلها معك ماجد الرشيد نادر العجمي فهد وقيس جميل العتيبي كفيلي عندي هذا من؟ بسام بن عشق يا عيال يا عيال سام اول اول شطر ذا نفس الكلام بس هذه غير ترى لا لا مو لا لا نفسه نفسه والله عايض الحارثي من السعوديه تفضل دخل السعوديه من ترج والله كل نفس الشيء جميع اثنين اللي ولا عم من ترج نسخه اللي بعدنا هذه من لسه ما جو عايض الحارثي من ترج صدق يمديها سو كذا بالله لا حد يجيها ان شاء الله النسخه الثانيه اللي بيجون بيشونها هم يبغون يسوون الديكور النسخة الجاية كله بيض الله وجههم زين الحين نحول كله يلا خذ قهوة كاتبين إلى وقت وصول المفاجأة نبي تسوي لهم كرك خطير يعدل المزاج وجلسة حلوة إيه طيب كل رسالة مكتوبة فريق أثر فريق من فريقك اسمه أثر في جات لا موجودة موجودة من جد كانت وين حقك موجودة موجودة دقيقة دقيقة طحت لي على شيء هني رسالة من التسعينات يا ولد رسالة عندي امبارح ما
موجوده موجوده طلع دقيقه بس فريق هذا مو فريقه فريقه هذا جميل عتيبي لا موجوده موجوده مفرح شوها عندك شكرا يا فريق اثر شكرا يا فريق اثر فيض الله يجيك خالد الجعدبي هذا بالربعه تعال مفرح محمد مفرح لك حطاني الله يرضى الله يطول عمرك هذه والان نفتح لكم هذه دقيقه قبل الكيكه في رساله من فرقه الدعم يقراها لك يقراها ماجد هو زين بالقراءة اخو العيال نفصح يا ولد ماجد قوم وقف اقرا نجومنا نجوم التميز هذا الجهد فيه هذه بالربعه ونعم الله تألقتم بحضوركم داخل وخارج أسوار مصنع النجوم قدمتم محتوى مبدع للمشاهد والمتابع تركتم الأثر الجميل لصغيرهم وحتى كبيرهم لا تجعلوا الكلام السلبي يأخذ مجرى طريقكم يا ماجد مقفل من اليوم نعيد تعيد من الأول بكل هدوء بكل خالد الجعدبي هادي بالربع عليكم زود تألقتم بحضوركم داخل وخارج مصنع النجوم هذا البرنامج برعاية السيف جاليري آي ثو للخياطة الرجالية آي أكلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة تمتع بالطعم الحقيقي للشاي شاي ثلاث تسعات شاي عالمي يخطط ويدبر وكل العيال معتمدين عليه يا عيال وين الموية مرتبك شكلك توهقت حر محلولة جهزنا لك عرض يضبطك ويبرد على قلبك وجيبك 16 كرتون بسعر 10 كراتين فهد ما تمسك عليه الزلة اطلب الآن تانية احتفل بالحياة بسم الله الرحمن الرحيم يقول جل وعلا في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله أوجدنا في هذه الدنيا يا إخواني الكرام من أجل عبادته من أجل توحيده يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعبدون معناها يوحدون فالله خلقنا من أجل توحيده من أجل عبادته فما أجمل أن الإنسان يركز ويهتم في هذا الأصل الذي من أجله خلقه الله عز وجل احرص على عبادة الله يا عبد الله من توحيد الله ومن الصلاة بر الوالدين صلة الأرحام ومن الصدقات والأوقاف إخوانكم في جمعية البر بالجديدة يدعونكم لوقف اليتيم فبادروا يا إخواني وساهموا وشاركوا ما تدري وش الحسنة التي يرضى الله عليك بها يمكن ريال يمكن ريالين يمكن 10 ريال أهم شيء نصلح النية تكون هذه الصدقة وهذا الوقف خالصا لوجه الله عز وجل أسأل الله أن يعطي كل منفقا خلفا وأن يصب عليه الخير صبا وأن يشفي مرضاكم ومرضانا ومرضى المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. جمعية البر بجديدة يدعونكم للمساهمة في أوقافهم الموجودة في مكة المكرمة، وهذا الأوقاف لها مصارف خيرية، يدعونكم للمساهمة في هذه الأوقاف من أجل أن يستمروا في عطائهم. اللهم أعطي كل منفق خلفا، اللهم أنفق له وأرد له في ماله وفي ولده وفي صحته، وعافه واعف عنه يا رب العالمين. أذكركم وأذكر نفسي بالتبرع في وقف بكة الخير. يا جماعة مبالغ بسيطة يبقى أثرها ويبقى أجرها في الحياة وحتى بعد الممات. تخيل 300 ريال تقدر تتبرع بها عن نفسك سهم لك، أو 600 ريال سهم لأبوك والأمك، أو 900 ريال سهم الأسرة. تخيل أن الأشياء البسيطة هذه أن يمكن ندفعها في مطعم أو في كافي في مدة ما تجاوز ساعة ونطلع وننساها وخلاص تروح، لكن اللي تدفعه في الصدقة في التبرع هذا يبقى أجره وفائدته معك طول حياتك وبعد مماتك. إذا ما تقدر تتبرع انشر المغفرة. أيها الأحبة، بما أني من أهل مكة وفي البلد الحرام أعلم يقيناً العمل الصالح في هذه البلدة الطيبة المباركة تجمع شرف المكان وشرف الزمان وشرف العناية بالأيتام. هؤلاء الذين يتبعون لجمعية البر الجديدة، ما أجمل أن يكون لك فيها نفقة، أن يكون لك فيها وقف سيضاعفه الله تعالى لك أضعاف مضاعفة. ما أجمل أن تكون من الذين يقول الله تعالى والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن هنا أصحاب القرار. القرار يمر على أكثر من مرحلة، مرحلة القوة، مرحلة الحزم، ومرحلة الرحمة، ثم يصدر القرار. أي قرار يتم دراسته بالشكل المطلوب لا يتم الرجوع فيه مهما كانت المطالبات. السلطة العليا نقدمها بشكل تربوي ونقدمها أيضا بشكل تعليمي لكل النسخ. نحن هنا نراقب ونتثبت ثم نعاقب. تأكد بإذن الله أننا مستحيل أن نظلم أحد.
يا اخي شف شف ليه تطرد اندلع شف شف ابو صالح الواحد اقول نيته طيبه انت سمعت اي قصوا مقطع ما قصوا مقطع راح يستر امشي الانسان يعرف نيته اي أيوة وان الله يدريبه قبل البشر كلهم لا قد الله يدريبك انك ما انت مخطي وش تبي والله انك صادق عام شيء والله سبحان طيب ما اللي مدري يرجع سمعت لي مقولة أو لا ما ندري الشيء المهم إنها مقطع في التيك توك يقول سبحان الله لقيتك يعني مذنب وبعيد من الله تبغى تفضفض والله إني نسيته نسيته المهم المهم المعنى ان الله وده ان عبده ما يعني ما يشتكي على كائن من كان يبغاه يشتكي له مثل ما تقول انا اغار على الشخص هذا ما بيروح يكلم غيري ايه فالله سبحانه وتعالى يبغى عبده المسلم انه ما يروح ما يلجأ الا له ما يلجأ الا له سبحانه تعال منير مره يا اخوان دخلت ابو ساره دخلت مع باب المسجد ذا وانا مسرع ابغاني مويه اثنين لابسين عالي وانت بكرامه من يسمع ما دريت ولا ذا شافني ولا ذا دخلت المسجد وانا مسرع راح انا باخذ مويه تعال مني 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 ايه تعال تعال برو برو ايه دخلت تعال تعال اكل دخلت مع باب المسجد يا رجال مستعجل وباخذ مويه وبطلع اثنين لابسين عالي وانت بكرامه نسيت ما دريت ولا ذا طالع وهو يرى يجي لي حتني بالكلام ما تطف 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 انت شوفوا وامس وامس يا فقرة الوراق انا اظني يقول باقي فاصل بس تسامحنا يا اخي منير بس عطر ما في كويس انا ما في كويس منير انا ما في كويس انت جزمه شن ارجع ارجع منير صل على النبي انا والله ما في معلوم انا انسى ما في يدري كيف انت هذا انت انت كيف انا هذا جزمه ما حد جزمه ما والله والله انك صادق بس والله اني نسيت ما دريت والله انا مره زعلان والله انا شوف مره انا استغفر الله واتوب الى الله سبحانه وتعالى ليش سوى رجل دخلت مستعجل يا رجال يعجبني تعظيم يا نفسي عالي وانت بكرامة هبي ياخذ لي موي وله طالع واطلع وفكها وارجع وصل علي مرة ثانية ما في ها ابشر يعجبني تعظيمهم للشعائر يا رجال بشكل والله اكل اكل حلا حلا مين لا لا ما في لا لا عادي الحين اسوي كذا الحين كذا ايوه ليه يا منير وين ملعقة يا منير؟ كذا ما في كويس كويس يا منير؟ سم ملعقة والله ما عنده أكل 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 أطلع أطلع من الرسول صلى الله عليه وسلم أكل أكل باليد الرسول ما كان يأكل معك أطلع كويس أكل هذا هذا أصبر أصبر يا أبو سارة عاد إيش؟ هات ما قدست هو هذا سم سم أنت معلوم ولا معلوم سم سم أنت هذا لا حان خلنا غسل أنا شوف منير والله هذه حقك انا ايه ايه بيض الله وجهك موصل اعطني تلمس قهوة يا ابو والله على طول فكر ما في سيم حتى الا هذا بس واحد شكل سيم سيم انت محمد جابر ما في سيم سيم انت محمد جابر كربا هذا إيه. ميمي إيه. انا اكل هذا حلا انا افكر على طول انت عايض هذا. عايض عايض ما في سيم سيم انت هذا كويس محمد مفرح قحطاني كبير قحطاني كويس ولا كذا كذا كويس انا كذا كذا والله عنده مية مستر سادي معلوم مستر سادي نفر هذا هنا مستر سادي كويس قلب سيم سيم قلب بابا صدق هذا مستر سادي اسم سود الله وجهك يا البعيد يا البعيد ها؟ عطنا رسالة ايوه عطنا رسالة خلينا ندور رسالة انا كلام مين هذا ما في ما دقيقة دقيقة هذا ما في مرقوق اسلم هلا يا اخي ما في كويس صح ما في كويس كذا لا 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 اكل لا لا اكل اكل عادي عادي 100 اكل منير اكل ازعم يا منير والله يا رجل اني اقدره ليه؟ منير يا رجل سبحان الله صلاته زين انت كويس ولا قد هيجي يسولف معنا اسلوبه طيب انا بشكل عام من مني خلاص اعماله كله عنا كله بعد يومين خلاص انا يطلع هنا ما في خلاص ما في اثنين ثلاثه شوف شوف يا مسفر لازم انت تفكر وراك الرقم جوال انا
في رسالة وراك. أنا حلين جيب. أيوة جيب جيب. في رسالة وراك. لا. جيب 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 نمبر أنت. تعال أنا سجل رقم أنا. أنت إيه؟ أنت ابقى شيء. لا سمح الله ابقى مساعد. مبرح. ابقى شوف سلام. رجع عشان جيب عند البل. صدقني. أيوة أنا. صدقني بكرة. إيه. صدقني النسخة الجاية ما أنت مشايفه في التلفزيون ترجع عند البل وغير. تبي تجيبها عند الكم. شمعنا ما سقيت كرتك يا خيار القسم واحد يعطي العطاء يا اداء رقم جوال ابيض وجيه مع هذه الرسائل هذا رقم جوال انا حقنا ما في فايده هذا ما في فايده معلوم فين لا لا ترج ترج بيشه بيشه ممكن 1000 كيلو ايش في انا مشكله ما مشكله انا قلقل هذا اقوله بعته بجروب انا تبعه هذا ايه خلاص اي والله صدقني بيسوي جروب انا بيسوي جروب كان ياكل مرقوق خلاص العالم جروب خلاص والله بيساعد والله اني طلع لنا عزم شيل رقم واتساب يا منير ما في مشكله منير واتساب شارك ما تشنا اقوله قرقر قرقر قولوا الثاني اول هذا ايش المسابقين وانا موجود نمر انت فاضي هنا يجي انا في جمل هنا اني والله داري خلاص اني والله داري اني بيودي للبل صوت شوف جمل روح خيل حصان انا في اسطبل موجود معلوم هذا ايوه ايوه انا موجود هنا موجود ايوه حصان ايش اسمه هو ايش اسمه خيل خيل معلوم هورس ايوه موجود انت روح شوف اوف كورس الباز هذا موجود هو ثاني جمل بعير لا لا كمل كمل ابس الحمار سي سي الله يكرمك كثير موجود منك الله يعطيك العافيه الباز باحة أنت هو شغل باحة في هناك شغل في هذا غابة هذا بوتو نفر سعودي كلام 500 أنا أجيب هذا من كفيل ولا شريك أيوة موجود موجود كله في مكان كثير في غابة أنت عمل باحة سبسي باحة أي رجال لك تشتغل هناك أنا عفو شغل هناك أنت خلص كيف باحة كويس أوه مية مية جو كويس مطر جو مطر ما شاء الله طيب ليش 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 يجي الرياض مين انت ليش تجي هنا؟ انا هنا شغل فوق رزق رزق الله يرزقك هنا في جمل زياده انا اخوان من زياده جمل زياده ناو اغنيه باكستانيه كان ما باكستان غنية؟ يس انا اكل خلاص بعدين ما شاء الله اي نعم ادب يلا تمام رجال بالارض هلا كويس واحد جالب الارض هلا جاب حق الباكستاني اي هذا هذا كويس كله اكل كله اكل باكستاني ما في خوف يا منير ولد ايه عملها عصيده خوف الله سبحانه خوف الله سبحانه بس سبحانه منير منير انت الحين 100 صديق كله معجب عايض كله ترى طلعت حزن عليك ما حزن منير منير والله منير حزن قال بقى يعني برسله رساله قلت تعال جينا عند الكاميرا طلع اصلا طالعين فاضي ليه ذاك اليوم وقتها يعني كان خليته يسوي كذا منير يا انا اروح اول انت ابكي فين انا اول اطلع شوي يقول عندكم البرايم انا جاي هنا برايم يقول عندكم جالسين تنقصون كل يوم شوي شوي باكستان اجي 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 غني باكستان شرفني خلاص هنا 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 ايوه ما ادري والله يبي يبعد مكانه ما يبي يا رب انا معي رساله النح كيف حال انت كلها نفس الرساله كلها الله يبيض وجهه من الرساله استاهل والله الدعم حب الدعم والله احسن شيء البير اللي يحفره هذا الحارثي وشو قاعد عندك جروب دعم حتى لو ما استطاع انه يرسل شيء معروف عن هذا دعم بحد يعني شخص تخيل شخص انا ما ابي يدعمونه عشان يقول جسد طربيه بس هذا تعبير صح صح يعني تخيل شخص ما يعرف ولا تربط يصل الدم ويتعب عشان يقوم ويتابع البث كل دقيقه ويقص المقاطع لك ويرسل لك شيء يكتب كلام لك زين يا ولد وفوقها يشلك ويحزن اذا حزن الحمد لله مريح ولا مره رحت برايم لا انا عسيري ولا مره برايم انا عسيري والله شعوره حلو ولا مره رحت برايم شعور اخذ المركز الاول اربعه من ذلك خمس حصانات او اربع حصانات باقات ما رحت الله اكبر يلا بالعافيه يا منير الحين اغنيه باكستانيه وجه هنا لا لا منير اذا ما عليك امر اه صدق اخونا منير و لا هنا
لا راح اصطدع. محفل میں گل اٹھی شمع پروانے کے لیے گیت بنی ہے دنیا میں مر جانے کے لیے. محفل میں گل اٹھی شمع پروانے کے لیے گیت بنی ہے دنیا میں مر جانے کے لیے. تو نے یکت میں نے قبر صح لسانك. هو يقول يا وجودي كل ما حان دون الراي راي والظروف القاسية سارية مفعولها. كم نويت أقول كلمة تبين وش بلاي ومنعتني شيمتي واستحيت أقولها. خايف أبدي بعض الأسرار وفرح عداي عالمني ليت ربي يرد عقولها. 24 ساعة هي تمشي ورايك أني أخذ لكم تلعيش من محصولها. هو يقول لا لا هذه سفر ربي سفر ابن بريك شلوي ونعم من ربك. مسفر قاعد أغني مع الرجال الله يعافيك. چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانا. چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانا. الله ايش تقدر ايش يعني هذا بالله. لا شطر ثاني ايش. چل اڑ جا رے پنچھی یہ دیس ہوا بیگانا. بیگانا يقول لي ما يبينا ما نبي. يبانا يبانا يقول لي ما يبينا ما نبي. هذا اللي فهمت. عليك الله اكبر يا را. انت انت انا قصيد قصيده يقول لو تجيك التهايم في كل وقت وزمان لا يضيق خاطرك من التهمه ومن صيتها. وانا احمد الله تعالى عايش بالتزان تعشقني الناس وحبتني وحبيتها. كم ديرت انت تدعي باسمي عيانا بيان اني من شيوخ اخوان ما قد جيتها. قصيده هذه ابقى اغنيه غنيه يا سعد. لا تحاول كل شيء تعرفه خلى الأسرار تبقى في الضلوع الدفينة. إيه الدفينة؟ ودعتك الله يا نظر عيني فما نتلي ما غبت عينا. ما ودي تلمس يم ذكديني فرق الحبايب دبعد الشيء. إيه تعال أنت معلوم. خلك معي لا لا تخليني دنيا يبعدك ما هي بزينة فيني يا عمري ما مكفيني. الله يصبر الله يصبر يا قبر. الله يمرسك مرس ما شاء الله كويس. سجل إن شاء الله. أنا بعدين أنا الحين غني أغنية معلوم كله نفر معلوم مية مية. هذا معلوم صح. هذا محمد قهتاني. انت صوت صوت كويس. انا صوت ما في كويس شويه. لا كويس والله شويه شويه. انا كل يوم شويه شويه بعدين هذا صوت كويس. هذا صوت كويس كويس كويس. ما صوت كويس ما في كويس. انت كيف صوت؟ انا جرب يلا. قلطه قلطه محاضره العب انا وياك. فكر فكر روحت الايام وهنيه هنيه واحسب تاريخ هجري وميلادي. ايش تقول؟ قاعد المثل ما يجيب الضغط ولا الحساسيه كود جار صوت والناس. واتب الهوى سابوا ليه باعوا واشترى. سابوا ليه اتب الهوى سابوا ليه باعوا واشترى. هذا هذا محمد قهطاني 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 رجال. سلام الله سلام عليك. اشوف اشوف العب. حياك الله انا حياك. يلا محمد محاور انا وياك تعال. والله ماني مصور راسي ولا راسك انا كان صار يا رجال. قول له تعال تعال. يا هل انت وقفت دينا ما عليك الا تجينا.
حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقتنا لهذا اليوم تأمين، معكم أخوكم جميل العتيبي. اليوم راح يكون معنا ضيف في جوانب كثيرة من حياته كانت مظلمة، ما مو بشرط أنها تكون مظلمة لسوءها، لكن نفضل أنها تكون خاصة. لكن اليوم راح أسعى أني أنير هذه المنطقة. يا مرحبا يا فهد، حياك الله. الله يرحبك يا أبو نايف، وجوانبي كل بوها نور، في نور ما هي بكل الجوانب ظلمة وليل. يا سلام. تشرفت وسعدت باستضافتي معك يا أبو نايف، جعل ربي يطول عمرك، رجل الشرف لي الله يطول بعمرك. لك في الشعر دور ولك في الإعلام دور، وهذا يعد فخر لي أني أقف جنبك. يا حبيبي يا فهد، جعل ربي يطول عمرك. طيب أبي في بداية الأمر خلنا نقول فهد قدم نفسك في بداية الحلقة. فهد من ضحيانة وقيس الكريزي البقمي. ونعم. ما عليك زود. نشأت وترعرعت، ولدت في الطائف ونشأت في تربة، وسكنت في عدة مناطق، وانتقلنا لمكة خذينا فيها سنتين ونص، وهي من 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 المراحل اللي أثرت في فهد، ما هو بأثر سلبي بالعكس أثر إيجابي، وربما أنه يطور من الشخص. بعد ذلك انتقلنا إلى تربة، فكانت أيامها أنك تنتقل من مدرسة إلى مدرسة، وأيام عاد كنا في الابتدائية وفي المتوسط، كان الانتقال من مدرسة إلى مدرسة هذا شيء صعب، شيء صعب أنك تعايش مع كل الناس، مع كل الناس تعايش معها. فكنت وقتها أني أقول شيء صعب، لكن بعدها دريت أنها أثر إيجابي لي أنا، أنها علمتني أني كيف أعايش، تعايش ربعك، تعايش الناس الآخرين، تعايش كل النواحي أو كل البشر بالأجمل. فهد عاش في حياته تحت كنف والديه، ربما أن مرينا في حالة مقلة شوي، لكن يا ربي لك الحمد، مثل ما قال خلف من هذال أكحل عدوك لين تعمي عيونه والبس لها أغلى اللبس لو كنت جاي. يا سلام. يا ربي لك الحمد، ما نطلع إلا بالمظهر الزين، ولا نتقدم إلا بالمظهر الزين، وفي كل ما أقف مشاركين، ويا ربي لك الحمد، هذا من فضل الله سبحانه، ما هم من يدينا حنا أو بقدرتنا، لا والله توفيق من الله سبحانه. سبحانه. طيب ليه أحسك وانت قاعد تسرد المقدمة هذه أنها كانت فترة كفاح، فترة صعبة الفهد، مع أن فهد كان مدلل بين أخوانه؟ ممكن تقول أنا أكثر واحد مدلل بين أخوان. نعم. وكانوا يقولون، حتى أخواني كانوا يقولون ما في إلا فهد، أغلبهم يعني كل ما جاء أبوي ولا ذا قال خلوا فهد، لا تلمسون فهد، لا تعرضون فهد. فربما فهد كان المدلل، لكن فهد يمكن أكثر واحد يعيش بينه وبين نفسه ويشوف المواقف ويكتمها في صدره، لدرجة أنها صقلت من فهد وطورت من فهد. طورت. هذا الشيء الوحيد اللي تعلم منه فهد. طورت من فهد من ناحية أنه كان هو الوحيد اللي ممكن أنه يروح مع والده، هو الوحيد اللي استخرج حتى جواز سفر عشان يروح مع والده برا المملكة. نعم نعم نعم. فقصة الكفاح هذه كان داخلها شخص مدلل يا فهد. طيب خلنا نشوف الصورة، إذا نبدأ الحلقة بالصورة الجميلة إذا كانت جاهزة. الصورة للشخص اللي أنت عطيته مقدمة في كفاحة، والمعاناة اللي مر فيها في التنقل. هذا الشخص اللي كان حتى تشوفه ماسك جواله اللي معه يا حافظ لك الله. وهو والفردة 97 اسقي الله. طيب سنة كم الصورة؟ الفردة بشرك انه راح كبسية لحول. ايه هذه والله اني معلب، لكن اذكر اللي مصورها ولد عمي اسمه عادل بن تركي. ونعم. ممكن قبل 4 سنوات حولها. طيب وش قصة تمييز فهد بين اخوانه؟ ايش معنى فهد يعني؟ والله ما هو بتمييز، كل اب عياله كل ابوهم في عينه سوى، لكن ربما ان ابوي كان كل ما راح مكان جيت وقلت بخاويك، اول شيء كان يقول خاوني 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 خاوني، لدرجة اني خلاص تعلقت في الموضوع، صار كل ما جاي بيروح قلت بخاويك، قال يلا مشينا. هل لانك خالي اخر عنقود او احتمال؟ يعني انت كنت الاقرب. هو صح، شوف كل عياله غليل، لكن في نهاية الأمر لازم واحد يكون أقرب من الكل، والأغلبية دائما تكون آخر العنقود اللي هو يكون أقرب واحد، فكان فهد اللي يأخذه حتى برا المملكة. والله شوف وين أخذك برا المملكة؟ طيب رحنا القطر
بالعكس معنا ماضي اخوي. معك ماضي اخوي؟ ماضي يعني ماضي ذاك اليوم مدلل بعد. ايش تبغى غيره؟ وش تبغى غيرها؟ انا ابي اقول لك ان مثلا في سفره قطر يوم وصلت المنفذ مرت او مريت في احد المنافذ وقالوا ما معه جواز. رجعتوا من مشواركم وطلعتوا الفهد جواز صح ورجعتوا تكملون مشوار. نعم نعم كنا ماشيين طول العمر مني على كرت على بطاقه العائله ما ندري. يوم وصلنا عند المنفذ قال ويطالع العسكر زي كذا قال الورع ردوه. تبغى تدخلوا لا تبعد الورع ردوه. ها زعلت والدك هذه. ايه قالوا ابو يا رجال معنا وهاه وكرت العائله قال ردوه. دورنا وفيني خوف لان حاصل في موقف قبلها وقالوا ابوي ظن انكم ترقدون في الحساء وكان في رهبه شوي. فرحنا للجوازات على طول دايركت. واستخرجتوا الجواز الفهد؟ استخرجنا الجواز. لولا الله ثم واحدنا الله يذكره بالخير قحطاني بيض الله وجهه وجمل الله حاله. دخلنا عليه قلنا يا رجال احنا ماسكين 1300 كيلو واشكل بعد. والان على ما بيننا وبين المنفذ الا 150 وردونا. ابشرك انها مبطت وطلعوا الجواز ودخلنا. بس ابشرك ان رحنا رحلتنا القطر ذاك اليوم ثلاث ايام بر تقولني في تربه. طيب لو كان ماضي اخوك مكانك هل راح ترجعون من المشوار؟ والله شوف ترى ماضي اخوي هو خالد اكثر ناس اجتلدوا وكابدوا بالمجمل. اكثر ناس اجتلدوا وكابدوا يعني لو تشوف الكفاح تلقاه في عيونهم كابدوا كان كل شيء يروح الفهد. تقدر تقول يا سلام يمكن طيب. المحبه طيب شوف انا ببدا معك في خلنا نقول زي اللعبه اللي راح نغير انظمتها. اذا فهد ما عندها الجراه اني يواجه الاسئله اللي راح نبدا فيها الحين ياخذ نص القيمه اللي راح تظهر في الشاشه ويطلع من الحلقه. كيف؟ إذا فهد ما يملك الجرأة أن يواجه الأسئلة اللي راح تقدم لها الآن يأخذ نصف القيمة من النقاط اللي راح تعرض على الشاشة وينسحب من الحلقة. والله يا أبو نايف ما جيت هنا يعلن راية الانهزام يعني جاي نمواجه. تمام في تحدي في تحدي ترى. طيب خذ السؤال الأول يا فهد. تكنى بالله. طيب عرضوا لي القيمة على ما نشوف السؤال يا أبو حنيف. تتوقع كم القيمة؟ تتوقع كم القيمة اللي راح تطلع؟ جاتك على قبل النهاية بأربع أيام 5000 نقطة. هل راح تأخذها؟ إنك مبارك يا أبو نايف. طيب. نذكر السؤال الأول. أذكر السؤال الأول. في حفلة من الحفلات اللي حضرها فهد كتب في شخص 50 بيت. 50 بيت مو بسهلة. ويوم قدمها للشخص طلع الشخص عنده خبر بالأمر ذا قبل لا يجي. قال الفهد لا تلقيها ولا تعطينيها. لا أنا كتبت 50 بيت على بداية القصيد. حلو. وكان فيه هوس شوي لدرجة أنه أبوي شك فيني ذاك اليوم. كنت مرقد يعني كل يوم أكتب لي 4 قصايد 5 قصايد 6 قصايد. فذكر لي ان في حفله لواحد من الربع ويجب المشاركه. كتبت 50 بيت. هل هي من ديوان مجبعات حق احمد حنيف؟ ما هو الا يحلل مجبعات عندها شيء يروع. فكتبت ال50 وكنت اشوف نفسي اني انا النابغه ولا المتنبي مخلي ذرة. فسمعتها ابوي ما ادري وش يقول. قال صح لسانك انت بتشارك؟ قلت ايه. قال بيض الله وجهك يلا نطلع ونوصل لموقع الحفل. قبل بدايه الحفل بساعتين او ساعه ونص مسكت واحد من الربع شاعر وله هو اللي له الفضل الكبير على فهد. ممتاز ابو فيصل مساك الله بالخير هذه القصيده وش رايك فيه؟ قال كم بيت؟ قلت 50. مسك راسي على طول قال ذي الحين يعني متى يقلطون الرجال الساعه واحده؟ وأنا صاحي قلت هذا اللي حاصل أنا رجال داخل بقوة. قال رجال عين خير عطنا القصيدة خلني أشوف يمكن تحمل إنك تلقيه. يوم قراها ما كمل سادس بيت طول العمر وهي يلف علي الجوال قال أنت شاعر؟ قلت
قال راح اكتب لي ذحين قصيده ثاني. قلت كيف؟ منين نجيب القصيده؟ اطلب من شين منين نجيب القصيده؟ قال اكتب. ولا تبى العلم قلتي؟ قال ما كتبت قصيده ترى ما انت بشاعر. هنا بدي اروح التنافس. حلو. رحت كتبت القصيده خلصتها ورجعت وسمعتها قبل لا يبدا الحفل بربع ساعه. ايوه اللي هي فيها بيني وبين القصيده احيان رد اعتبار والوقفه الطيبه يطيب مضمونها ومن دافع العز والناموس والافتخار قد قالوا الناس عز الروس بمتونها. ما ادري وين يروح فيها عاد فيها شويه عنصريه. طيب اعطوني المربع الاول اخضر. اعطني يا ابو حنيف. ابو حنيف الشخص العظيم اللي واقف يستاهل ابو حنيف من اليوم يتعب وراء الفقره. طيب الحين انت اللي عديتها توهي من اول القصايد لك. لا انت وتقول اني في بداياتي في الشعر كان هي في بداياتي. لكن طيب معناته ان القصيده هذه في بداياتك. هي نعم في بداياتي. طيب ابيك تعطيني قصيده الحين. قصيده؟ نعم. وش اخر ما كتبت؟ اخر والله ما كتبت فابوي جعل ربي يطول عمره. الله يطول بعمره رغم انها تحضر وتغيب لان كاتبه فرقه وراحت. اللي فيها يا رفيقي عقب طول البطا والتمادي. يا رفيقي عقب طول البطا والتمادي لو علي هم نسهوم النقاده وسيمه. انت شاعر تعرف تهيم في كل وادي وانا شاعر لكن ما كل واد اهيمه. غبت وانا توحى صوت طفل ينادي ورقرقه دمعه انحارت بخدته يتيمه. بس ما جيت اعيش الموقف الانحيادي جيت اشكل على الشعار مسرح جريمه. سلام. انا ما جيت اعيش الموقف الانحيادي جيت اشكل على الشعار مسرح جريمه. سلمولي على شيخ يصون المبادئ مثل ما صان نفسه عن دروبه الشتيمه. غالي كل ما دنقت له لا ارادي شفت حتى الدروب المايله مستقيمه. منها اعزز طموحاتي واعزز عنادي ودونها اشوف مالي في فضل الكون قيمه. هي هبوي ابلج الحجان عقل معادي صاحب الوجه الابيض واليمين صاحب الوجه الابيض والفعوله العظيمه. دون كرمه يمينه يكسرن الايادي ودون فزعه ذراعه تكسره لا الظليمه. والله ان شوفي له بخيره غايه مرادي مثل ما شفته لي طيب اكبر غنيم. يا سلام يا سلام. صح لسانك والله يخليه لك. صح بدن. طيب سؤال عندي هنا فهد، هل هو شاعر موقف او شاعر يكتب من نسج الخيال؟ والله مثل ما قالوا الواهس يحضر ويغيب. سم الواهس يحضر ويغيب. ما اقدر اقول لك اني بعض الاحيان في المواقف اكتب لك على طول، لكن في بعض المواقف والله اني ما اقدر اسوي لك بيت واحد. طيب هل يعني لا انا اقول تخصصك في كتابتك يعني قصايدك دائما تكتبها على مواقف فقط او انك ممكن تجلس تقول سريت والليل وانت ما سريت انت جالس في بيتك؟ والله شوف هي وجهين العمله واحده. انا استخدم ذي واستخدم ذي. طيب ابي اعرف البيت اللي قلته لو كان اشوفه من ربوع الى ربوع اهم حاجه تجي عيني على عينها. من اللي تشوفه؟ وش قصة خلني أقول العشق اللي عاشه فهد في طفولته مع أنك تحس أنك بكرت عليها شوي؟ والله ندي فيها كش كروت الله لا يوفقك. أقول لك القصيدة ولا أقول لك؟ لا أبي موقفها. وش من الشخص اللي تشوفه من ربوع إلى ربوع؟ وش القصة اللي بديتها في صغر سنك؟ بديت في قصة عشق وهيام وغرام لدرجة أنك تمسك خط كل أربعة. والله شوف يا طول العمر والسلام ما في واحد ما يحب. يا سلام عليك. معي والشخص اللي ما يحب قلبه فضيخ له. الى الان دبلوماسي لكن أبي قلبه فضيخ. إجابة. وش اقول لك؟ اقول لك يعني اعطيك الاسم او لا؟ عطني وش القصه. كيف بدأت؟ هو اكيد يتابعني. اكيد يتابعني ذا الحين. يتابعك الحين؟ طيب وجه له كلمه. أقول له كان ما أشوفها إلا من ربوع ربوع أهم حاجة تجي عيني على عين. وجه كلمة طيب الحين دام يتابع الشاشة وعينك على الكلمة. أوجه كلمة لا إله إلا الله. وش ذا السؤال يا أبو نايف؟ وجه كلمة. أنت قلت الحين إنه يتابعني على الشاشة. بالله يتابع. قلتها بتأكد ما شاء الله عليك. نعم. طيب إن شاء الله أنك مستمتع باللقاء. وبذل واحد احد لنا ثلاث ايام وراجي. طيب انت الان حطيته على صف الذكر الكلمه الموجهه رغم ان في القصيده تجي عيني على عين. هو شخص
شخص يحتمل مذكر وانثى. يا سلام عليك. طيب اعطيها بالصيغه نفس اللي جت في القصيده، ليه ما تقول ان شاء الله انك مستمتع؟ ليه التحفظ الزايد في فهد؟ والله حتى انت وتقول الواحد عادي اني احب، يعني الموضوع والله هذا في الانسان سبحان الله من يوم ما يولد. والله شوف حتى انا في اغلب قصايدي بطن 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 الاهداف وبطن لا 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 المعنى. هذه في قصايد ولا ودي اكشف ولا ودي الرسائل الموجهه يا فهد، الرسائل الموجهه دائما تكون واضحه. اكيد. طيب اعطني كلمه موجهه للشاشه. وقلت لك ان شاء الله انك مستمتع باللقاء. تمام. طيب خذ السؤال الثاني يا فهد. ما ادري عرفوني ذا الحين ولا لا، وجه مفقع منه. طلع عاد مشكلتك يا فهد. عينك على الكاميرا يا فهد. يذكر السؤال او لا يذكر؟ لا اله الا الله. يذكر. يذكر. ما جيت هنا ردها. في يوم من الايام دخلت بيتكم، قال ابوك في بطنك حلم او عندك موضوع وش سالفتك؟ ما شاء الله قبل لا يجي رد فهد جاء اتصال من قسم الشرطه باستدعاء والدك بسبب مشكله لفهد. وش المشكله؟ ليه تم الاستدعاء؟ والله المشكله طيش، واكثر واحد ندم على انه تسبب في مشكله انا. اني تسببت المشكله. وش المشكله طيب؟ لا 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 المشكله طيش طالع فيني وردني ولا لا 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 ما فهمت شيء ابدا. شوف قول لا اله الا الله. الف من ذكر. انت تخبر الايام الاوله في 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 حزازيات، فيه علوم، فيه اللي انا اضرك بنص عين استشكيت منه قلت هو شو وراه يناظرني بنص عين وش عنده؟ فكنت من الربع ذولي وتماسكنا مع الصلاه، صلاه الظهر. حلو. في المدرسه. وش عندك تطالع فيني بنص عين؟ لا لا كبرت العلوم يطول العمر. قلت ان كانك رجال اطلع برا. عاد تبدا عاد المعركه برا. واطلع يطول العمر وانطل شنطتي واجيه. الرجال امسي على بالخير. والله انها جودي، والله انها جودي، انه قاصر نشر لكن السخنه اللي فيه. واجيه انزل انزل لا 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 اللي فيك ما يخطيك ولا تنزل. قال يا رجال قصر اشر. قلت والله تنزل. تلابشنا شوي واسمع الصوت البوري اللي نفض قلبي، صوت الونان، وانا اضرب القاع مغرم مسفح لين وقعت البيت. من يوم دخلت ابوي داري في بطني علم، والله اني ما زد سويت تربه الا ابوي عارف في بطني علم. وبعدها عاد تم الاتصال واستدعوا والدك للشرطه. واكثر شيء انغبنت فيه من رايحين للقسم، احنا رحنا للمدرسه، قلت ابوي انا بغيب بكره ماني مداوم. قال لا بتداوم ورجلك على رقبتك. طيب هل اختلف الدلع؟ خلني اقول لان كنت طفل كان يقدم لك امور وكنت كان لك مميزات، خلني اقول من بين اخوانك، هل تاثر الامر هذا بعد المشكله؟ تغير التعامل؟ بالعكس ما تغير شيء. ابوي حن قلب على وجه الارض. الله يخليه لك ان شاء الله. اي بالله اللهم. طيب اعطني السؤال الثاني. احمر احمر. نعم. طيب اهدأ. خلنا نذكر بعد مشكلة ثانية حصلت لفهد. هذه مو بسؤال، هذا موضوع راح اطرحه لك. وش علاقة فهد مع مطعم البيك؟ هذا اللي جايب لك احمد حنيف من غير ذكر اسمه، ما ادري هل حسيبك الله جبته لو من تحت الارض. اسلم. مطعم البيك كنا نطلع طول العمر الساعة على الساعة مثل التوقيت ذا الساعة 11 أو أقرب شوي. يا طلعني طول العمر عن ذا مجمع دراهم وذا مجمع دراهم، واحد من العيال معه موتر ديزل. ديزل رخيص. فنركب الموتر طول العمر على وين؟ على البيت. على البيت تلناها يا طول العمر لين وصلنا للطائف. تبعد الطائف من تربه 200 كيلو. حلو. فكان فيها حتى نسبة تهور عالية.
من 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 السرعه ومن من شيباننا اللي يدقوا علينا ولا شيء. قلنا انا قريبين يا رجال ما شبعت، فاخذنا اسبوع كامل احنا على الموالده. اخذت اسبوع كامل قصدك وابوك ما يدري انك تروح كل يوم؟ نعم، اللي دق علي قلت يا ابوي عني قريب ما شبعت. دق علي المره الاولى وين، قلت عني معي عيال عمي، المره الثانيه عني معي عيال عمي، المره الثالثه معي عيال عمي، حسن في بطني علم. لا بالعاده انا معي عيال عمي، لكن الوقت ذاك كنت كان حتى في ردي له فيه رهبه شوي وتوتر، فكان شك في الموضوع. وإلين جاء الاتصال من والدك معك نص ساعة وتكون في البيت. نعم نعم، قال معك نص ساعة وتجي. هل اعترفت يوم رجعت؟ لا ما اعترفت. ما اعترفت إلا هنية. توك تعترف الحين يعني؟ نعم، إني يوم رجعت أنا أحس إني في موضوع قوي. يوم دخلت طول عمر اليوم ما في شيء، ما قال راح دزني على غرض ورجع. طيب رحت وجبت ورجعت البيك ما أكلت منه ولا شيء، البطني النفاضة، بطني النفاضة فيه. طيب أنت الحين جبت مشكلة في يوم من الأيام وكنت تروح لمدة أسبوع، هل كان فهد ما يستحق الدلع اللي وجه له؟ بعض الأحيان نعم. كويس، رحم الله امرئ إن عرف قدر نفسه. طيب نبي نبدأ الآن بالسؤال الثالث يا فهد. خذ نفس قبل ما تقرأ السؤال إليك. السؤال هذا بس؟ نعم. زمان خذت نفس كتبت من الوظيفة. كيف؟ لازم أذكر اسم الشخص؟ سم؟ لازم أذكر اسم الشخص؟ أنت موقفك ما فيه أي شيء يمنع أنك تذكر الاسم. شوف الموقف ما فيه شيء، بس إن اسم الشخص اللي خذلني هذه صعبة إني أذكر اسمه. تبغى أذكر الموقف ما عندي مشكلة. هل أنت يعني ما عندك الجرأة أنك تذكر اسمه رغم إن ما فيه إساءة للشخص اللي مذكور لا اسمه؟ لا بالعكس، فيه إساءة، إساءة قوية. طيب إذا ما ذكرت الاسم معناته أنا أشوف اللي يرضاه على نفسي. لا 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 تقول أرضاه على نفسي، هو السؤال ما في أي حاجة، بالعكس كانت وقفة من فهد، ما كان الطرف الثاني له إساءة لفهد ولا صار شيء بينكم. بالعكس، بس أنت بتتجنب السؤال كامل فحطيته على السؤال صح؟ خلني أدق. نسيته نسيته السؤال. ترى على الفكرة كل المتسابقين يعرفون بالأمر، حتى كل الإدارة القرية مختار حتى الله يحفظه اللي سافر يدري بالموضوع. والله كلهم حتى ظل اللي برا القرية يدرون، لكن باقي اللي برا القرية الجمهور اللي يتابعك الحين ما أقدر والله. تمام، عطني أحمر على السؤال ولا عليك أمر. فهد ما كان عنده الجرأة الكافية إنه يجاوب عليه، ما أدري وش اللي رده، لكن اللي ردني إني أقيس السؤال أول شيء على نفسي قبل أقيس على غيري. طيب تقيس السؤال على نفسك لو كان فيه إساءة صح؟ نعم. طيب هل السؤال هل السؤال فيه إساءة؟ بالعكس فيه إساءة. ما في إلا والله. ممكن إننا نختلف، لكن اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. أبي أسألك في موضوع يا فهد. سم. الطعنة اللي في رجلك أو طيحتك على المسمار زي ما قلت لهلك، وش قصة الأفلام اللي قاعد يمشيها فهد؟ ليه أنت تبدأ تغير الأمور؟ يعني عادي ممكن حصل موضوع بالخطأ، موضوع مثلا في دفاع عن نفس، في النهاية أنت رجل، ليه تبدأ تحط دائما أعذار وقصص تختلقها على الموقف؟ هل أنت ما تقدر تواجه؟ مواجه أبوي وأمي صعب. نعم. مواجههم كونك صادق؟ نعم ما أقدر أواجه. ما تقدر تكون تواجه تكون صادق معهم؟ الموقف اللي ذاك اليوم كان 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 ناصحني أبوي إني أنا كنت أشيل معي في مخباي طول العمر سكين، فكان معي عزبة وكان معي عمور، وكل ما حطيت السكين ضاعت فحطها في مخباي، وصرت أتعمد إني أشيلها في مخباي، ف
فشافها ابوي ثلاث مرات. هذا فيلم، هذا فيلم زي فيلم المسمار اللي تو قلته، انه هو تحط السكين في مخباك عشان ما تضيع وما تنساه في العزبه. اسلم قول له هلا الله الف من ذكره. فكنت احطه في مخباي وجاني ابوي ثلاث مرات او اربع مرات، يا فهد انتبه منها، يا فهد انتبه منها، ترى على دنات موقف اني حصل بينك وبين رفيدك يمكن اول ما تذكر هي، والشيطان حريص. قلت له ابوي ما عليك. طلعت انا واثنين من عيال عمي تعشي معين من الله خير، فمن باب الطقطقه وحنا حاطين متابعنا مقطع واحد يقطع له يقطع الريجي اللحم ومبركي لهم قعود، فنزلت طول عمر باب الطقطقه والمزح، نزلت طول عمر صحنا الدجاج طول العمر، وانا اطلع السكين واطقطق اقلط اقلط حياكم الله اقلطوا. حطيت السكين قعدت اتمازح انا وواحد من عيال عمي، شد جذب شد جذب، ادري هو ارتفع ضغطه انا ما دريت، فخليت السكين وقعدت اطقطق معه شوي وانا اقذف السكين لدرجه انه تنرفز، فاخذ السكين وخليت المويه وتحالفنا ولا والله ما تصبها ولا ما تردها والله. ركب الدوتسن، الدوتسن قديمة 92، الدوتسن من المواطن القديمة اللي لا صفقت مرتبتها صفقت قدام. حلو. ركبت ورا أنا وصفقت المرتبة اللي من وجه في القزاز وثبت رجلي، قلت خليك تستاهل أنت تأخذ الموية خليك تستاهل. أضحك واحد الثاني يصور لعله طلع السكين طول عمر يبي يهوش لي، بس يبي بس يرجع يبي يتنسم وجهه راح حلوة، لعل هذه راحت رجلي ولا دريت لين علمني الرجال اللي يصور. رحنا المستشفى حطوا خيطوها ورحنا البيت، وتعاقب طلعني خليت شهر ونص اني لدرجه اني قلت ان رجلي بتبتر. طيب اعزائي المشاهدين، زي ما جاء سالفه المسمار لهله، جانا الحين سالفه عده سنه 92 والى الان ما طلعنا بالاجابه، لكن لو فيه مربع هالسؤال صدقني راح يكون احمر فهد. لا فعلا والله فعلا صدق. ولا ننسى ان السكين ما يمزح بها، وان يكون اكيد انا والله اني مغرب ولازم الحذر منها. طيب ايش رايك ننتقل للسؤال الرابع؟ تم خذ السؤال الرابع وخذ نفس بقى. المربع ذا احمر؟ لا لا هذا ما كان من الاسئله، هذه كانت بس نقاش بيني وبينك. هذا نقاش انا شايل هم 5000. طالع في الكاميرا. لا يا ابو نايف والله هذا الشيء راجع لك يا ابو ضحيان، اذا انت بتعرض السؤال او تتخطاه رغم انك تخطيت ترى السؤال اللي قبله، فما ادري هل هي ما تقدر تواجه. خل المواجهه بعدين، انت قاعد تقرا السؤال حتى 6 مرات ما ادري اللي اتاكد ما با المواقف هذه تتاكد كلها 4 كلمات والله. شوف اذكر السؤال. طيب فهد القيس في احد المرات سلم جوال احد المتسابقين، سلم جوال احد المتسابقين معناه ما خباه زين، اخذ الجوال يستخدمه حطه بشكل عادي كانه يقول تعالوا خذوا الجوال شوفوا. شوف اذكر اسم المتسابق. اذكر اسم المتسابق سجل الامر وانت اذكرك بالخير يا ابو غالب. خالد يجي عدوي خذ جواله حلو على العجله تمام، وجيت بدخل تويتر على طول. يوم جيت بدخل طول العمر فجاه اسمع صوت عون عند الباب قدامي زي كذا. الصلاه ما حلمت وعلمت لاني زيد قفلت الجوال وحطيت تحت الفراش. ايوه قمت واحد من العيال شكك عون لان مقامي عون ما هو بيمي، واحد من العيال قام وشكك عون قام يفتش في الدولاب هو معه ما ادري ايش معه، حط الجوال تحت هو في الدولاب. حلو في عوني طالع زي كذا طالع فيه على طول. انا سويت اني تعرف الرياكشن اللي يقول اعمل نفسك ميت، ها طلعت فيه قلت بدا اذن المذن، قالوا يا رجال زد اذن قلت يلا يلا خلينا نلحق الصلاه، واطلع واتوب واروح اصلي والله ما طلع لي من الشيطان طير. ممتاز. طيب فجاه رجعت لقيت ان الجوال مخوف.
ما أخذ الجوال. طيب عطني مربع أحمر لأن الجوال كان المعجم هو بخالد الجعد. بالعكس. طيب الحين أبى أسألك عن حاجة. انتقلنا للسؤال، انتقلنا خلصنا من السؤال اللي فات مات على قولته. يلا تب. طيب أبي أسمع قصة فهد، قصة الكمامة والعسكري يا فهد. إيه. إيش موقفها؟ موقفها طول العمر كنا رايحين لأبها. الرحلة ذيك أصلاً بدايتها عسر، وأنا داري بيجي فيها مواقف عدة. حلو. كان أبوي موافق، كان عمي معي. إحنا لازم نروح سوا. فخذينا مدة وإحنا انت حايل عمي. وافق عمي عي أبوي. كلمت العيال قلت خلاص روحوا، ابوي عيا ما عادني برايح. يا رجال يمين يسار كلم ابوي قال ما يروح. المهم مالك الطويله اخذنا مدهم تحايلنا ابوي يلا يلا باللي هيبه. وافق وخذنا دراهمنا ومشينا. وعندك 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 لين وصلنا بها. رقدنا وقمنا. عصير 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 بعد ما تغدينا طول عمر نزلنا شارع الحزام. حلو. كان السواق الله يذكره بالخير خالد بن ماضي كان يصور وكان يطالع في الجوال يقول عاني يا ابو فلان الاجواء عاني يا ابو فلان. اللي جنبه واحد من العيال قال يا ولد انتبه ترى الخط زحمه. قال لا ما عليك شويه لان الموتر مسك فرمل قدام. مسك فرمل هو تعرف فرمل العجله الى الموتر ورانا هو يصفقنا من ورا احنا نصفق اللي قدام. اليوم لحنا لا سلمنا من اللي قدام ولا اللي من ورا. دقينا على نجم كله عشان تصوير دقينا على نجم وجاء ولفينا الموتر طول عمر حنا ذبحنا الجوع. الساعة الحين يمكن الساعة 9:30 10 على ما جاء نجم وعلى ما قفرنا الخط وعلى ما طلعنا السيارة. قلت يا عايض مشينا بنروح ناخذ لنا عيشة. عيال تبون قال لي نعم ونطلع. وعندك 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 كل ما مرينا كل ما خيالنا اليوم تقول لي لوحة بقالة ولا دخلنا اليوم لنا لوحة سباكة كهربائي ما هب بقالة شوي اليوم من القد العسكري أيامها لازم الكمامة. أجي كند العسكري السلام عليكم قال لك السلام. قلت طال عمرك نبالنا بقالة ولا سوبر ماركت نبى نتعشى أخذ لنا عويشة فطاير. قال أول شيء كمامة كوينها يوم قال اليوم تقول راسني من السامع للدام. قلت ان احنا بعد رايحين البقاله نبغى ناخذ كمام. قال تعال خلني اعطيك المخالفه طول العمر روح اشتري لك كمام ودير. ابشرك انه ما تخلصنا معه الا بعد 9:30 حتى البقاله ضيعنا موقعها ديورنا على طول. بس هذا كان من خطا منك. ونحيي طبعا رجال امنا. نعم نعم والله خطا عملهم العظيم الغير منقطع. طيب الحين نبي نتوجه للسؤال الخامس. ما يحتاج أقول لك خذ نفس لأن أنا متأكد أنك أخذته من بدري. أخذت ساعتين تقرأ يا فهد. يبي لنا فقرة خاصة في قرايتك. هل هي سوء قراءة أو إنه تردد؟ لا والله ما تلقى أحسن من قرايتي لكن تردد. فراسك يا فهد بعض الأسئلة موجعة موجعة. طلبت منك أنك ولا أعطيتك عرض مهو بس طلب أنك إذا ما كان عندك الجرأة الكافية للأسئلة تقدر تنسحب من الفقرة وتأخذ نص القيمة المعروضة في الشاشة. قلت أنت لا أنا أقدر أواجهها. طيب الحين عندك السؤال. في كل سؤال يا تجاوب عليه وتكون الإجابة خاطئة يا أنك تتخطاه. شوف يا أبو نايف وشو في بعض الأسئلة الخاصة في حياتك الأسئلة العميق ما هو بلازم كل واحد يدري عنها. ما هو بلازم حتى لو أنه أخوك ولد أمك أبوك. في أسرار تحتفظ بها أنت. حلو. سرك خلي في بطنك. علمك خلي في بطنك. لا تظهر الريجي. طيب إذا أنت تقول سرك خلي في بطنك صدرك على قافي سرايرك زره لا تصير سطح كل ما جاء المطر خر. طيب أنت تقول الآن زم العلم خلي في صدرك. طيب كيف وصل السؤال للورقة؟ السؤال هذا واضح
واضح عند 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 اغلب اللي تعايشوا معي. حلو. رغم اني ما بررته لكن واضح. وضح في فهد شوي. طيب هل فهد راح يعرض السؤال؟ رغم انك على مشارف ختام البرنامج وجدتك 5000 نقطة على طبق من ذهب. والله وانت من المنافسين على المراكز يا فهد. والله ال 5000 اليوم بتجي وبكره بتروح. لكن لا 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 ما تجي بكره، بكره ختام الامر نهايتها، هي اخر فرصه، هي وصلت، لكن العلم في اللي بعدها. يعني انا يا ابو نايف اقول ان الشخص لازم انه يكتم. لازم ايش؟ لازم انه يكتم. ما كل شيء لازم يدرون عنها العرب، ما كل شيء يدرون عنها العرب. هل حسيت في شيء؟ هل بنبرة صوتك ذي حسيت انك تعرضت لخيانة يوم وصلني السؤال؟ نعم. طيب انت هالامر اذا انت تشوف انه لهالدرجة خاص او انه ممكن تتعرض لخيانة اذا ظهر، ليه تقوله؟ ما قلته. ما قلته؟ بدأ. لكن كانوا عايشين معك في نفس اللحظة؟ لا، بان على فهد. كيف بان على فهد؟ هذا موضوع انت ما راح يبين لي مثلا عليك انك متغدي امس لحم حاشي او دجاج. ما راح اعرف وش بالتحديد. اقرا السؤال، اقرا السؤال. انا قاري السؤال. خلاص. السؤال واضح، يعطيك الاجابة كاملة. يعني الان اعرف من فهد ان اقرب الناس في البرنامج خانوه. اقرب الناس له. والله ما يبقي انا الا انه ممكن نهقل المعرفة. قل المعرفة. وش بيواجه فهد بعدين. وهذا خطأ كبير. ومن الصعب لاني انا شخص جاملت على حساب نفسي كم مرة. يعني الثقة الان انهزت يا فهد. تقدر تقول. طيب فهد الان بلسانه يقول انه تعرض للخيانة. وانه انهزت الثقه فيه وممكن حتى ما يقول لك انه رايح يشتري عصير برتقال، يعني الامور بسيطه ما راح يقولها لان ممكن ان يوصل الموضوع لورقه سؤال في يوم من الايام ويتالم منها. ف مواضيعك شوف يا ابو نايف، انا من اول اي علم يحصل لي ولا شيء قبل زمان كنت اعلم به اللي اغليه جدا. حلو. وانا ما ادري هو 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 يحفظ العلم ولا يثره. ف خليت عده مواقف. ممتاز. وحطيت للحد هذا، حطيت للموقف هذا حد، انك يا ادمي لا تعلم كل شيء يمر عليك، لان بعض الاحيان اني افرح وبالناس تفرح معي. طيب مو بشرط حتى لو انه يحفظ العلم اني اعطيه بعض المواقف، بعض المواقف ما اذكرها حتى ما اهرج نفسي فيها، ما اتكلم مع نفسي فيها ولا اتذكرها، اتناساها. لكن فهد ما تناسى الامر، راح يكرره ويكرره كانه يقول والله امسكوا هذا كرت ضغط على فهد في يوم من الايام، اي حاجه تبونها منه تبون تاخذونها. شوف يا ابو نايف، يوم انك تقول اعوذ بالله من الشيطان، خذ نفس وروق، امر الله من ساعة. انا علمي ما اعطيه الا رجل تكانه، اقول لكم من اول اني اعطيه كل واحد، لكن علمي ماني بثره عند كل واحد تكانه، لكن ربما انا مثل في البرنامج هنا ماني بعطي علمي الا شخصين هم اللي اخذ منهم العلم الثبات. ليه؟ لان نظرتي فيهم كويسه. طيب من الشخصين دول؟ صالح البلوي عبد الرحمن العزيزي. طيب تتوقع ان الامر ذا يعني جاء من صالح البلوي او عبد الرحمن العزيزي؟ لا، الشخص خارج. معناته انك اعطيت علومك او مواضيعك شخص ما تثق فيه انت. هل كانت انا ما اقول ما ادري وش اقول، هل انت انا ما اقول لك اني اعطيتك قصه حياتي، سردت لك قصه حياتي، انا مالي بكتاب الف ليله وليله، لكنه موقف غير في حياه فهد، غير شيء كثير. هذه المواقف ذي ما يدري بها الا اللي خارج البرنامج، اما في البرنامج ما علمت بها واحد ثاني مره. الموقف هذا اللي مكتوب في السؤال الخامس، هذا الموقف ما يدري بها الا اللي خارج البرنامج.
ويدري ويعلم ان الموقف هذا اثر على فهد شخصيا. ما يدري به ليش؟ اللي خارج البرنامج. خارج اسوار القريه. يعني مهم معنا من المتسابقين. يدري ويعلم ان الموقف هذا اثر على فهد شخصيا. وخذا له مده انه يحاول انه يطلع من الموقف هذا. هل لان الموقف ذا صدم فهد كان؟ نعم. يعني كان متعود على شيء فجأة شيء وتغيرت أمور كثيرة، تغيرت حياة فهد. نعم. تغيرت شخصيته، لكن في نهاية الأمر أبو نايف أنا خليت في نهاية الأمر السؤال أخذته من القرية، ما راح أذكرك الاسم طبعا. أتحداك. سم؟ أتحداك. يعني أحلف؟ ما أنت في حاجة تحلف، لكن أتحداك. لو صدقني لو بتحدى راح اكسب التحدي نفس ما ودي اقول نفسك لانك تحديت انك تكون جريء في الاسئله لا 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 ما طلعت بالجراءة المطلوبه لكن انا اثق وادري واعلم ان السؤال هذا جايك من الشخص اللي في بالي الان واقول الله يسامح سقت حطيتك فيها اعلمك اي والله طيب ممكن انك تقصد الحين احمد حنيف مثلا لا لأنه ترى قريب على ربيز نتفهم معه على طول قل له طيب وجه رسالة للشخص اللي أخرج المعلومة اللي ممكن أنها تأثر على فهد ما أقول غير الله يسامحك بقول مثل رشيد الزلام اللي يقول رشيد الزلام اللي يقول دافعت عنك ولا نفعني دفاعي يا ما دفعت عنك مرة ويا ما وقفت دونك ويا ما تحديت ناس عشانك وجاملت على حساب نفسي وخسرت على حساب نفسي عشان وش؟ عشان أتعرض لكشف الأسرار أو عرض معلومات فهد الخاصة على العامة كل من سأل عن فهد لقى الجواب. ما عليك. طيب هذا هذا هذا, هذا تدري إن في اللقاء كذا إنك عطيتني درس. طيب وجه نصيحة بعد الدرس اللي أخذته. ما كل ثقة ترميها على شخص. اصحن نفسك وتأكد من الشخص اللي مقابلك هو يتحمل العلم اللي بتعطيه إياه. وبيكتمي في صدره لان في بعض الاحيان يا ابو نايف ترى ما كل انت تقول ما كل واحد كل شوي تعطيه علم لكن في بعض الاحيان انك تنضغط نفسيا لدرجه انك تبى تفضفض تبى تعطيه وقت تقول انا وش اسوي انا كيف اطلع من المرحله هذه انا كيف 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 اعيش حياتي فيوم تروح للشخص التكانه يعطيك العلم اللي يهديك ويطلعك من الشخص الكئيب او المكتب الى الشخص الفرايح والسعيد وشخصيتك اللي انت تتمناها فنصيحتي اللي بوجهها ما كل ثقة ترميها على شخص انتبه ما كل ثقة على شخص الثقة خلني اكون صادق معك اكثر اما كان معك ولا قصر قبل السؤال جاء من خارج القرية وهذه ان شاء الله هنا تكون مو بس درس الفهد درس لكل شخص امورك الخاصة أو بعض الأمور اللي ممكن أنها تنقلب في يوم من الأيام ضغط عليك تستخدم ضدك مو بلازم أحد يعرفها طيب راح يكون معنا السؤال السادس على شكل أسئلة كم سؤال راح أقولها لك وراح تعطيني الإجابة السؤال الخامس نسيناه السؤال الخامس أحمر تخطاه معليش المعذرة يا أبو حنيف السؤال الأحمر تخطاه بألم بعد للأسف طيب إيش رأيك أعطيك عرض إذا جاوبت بدون تردد بدون دبلوماسية على الأسئلة راح أعطيك كأنك أجبت على سؤالين بما أن يعني الأحمر ما شاء الله ضافي الليلة حمراء تقبل العرض هذا تمام وعلى فكرة ترى أعرف الأجوبة من قبل لا تقولها فخلك صريح معي فهذا الأسئلة راح أقولها لك تجاوب لي بسرعة
باسم شخص. سلام. يلا. طيب السؤال الأول، شكرا أنك معنا في النسخة. تأخرت يا فهد. من هو ذا؟ اذكر اسم شخص تقول له شكرا أنك معنا في النسخة. صالح البلوي. مستحيل أنا وأنت نتوافق. عبد الرحمن العزيز. ليتك جلست في بيتكم ولا شاركت. بسام عشق. من؟ بسام عشق. يا ساتر يا ساتر. كان عندك شيء ممكن تقدمه أكثر. أبو جابر. شايف نفسك على الفاضي. هادي. شخصيتك تحت البث أفضل. معجب. ما أمل من الجلسة معك. تأخير عزيز. غثيث ومزحك ثقيل. الجعذب. تمام. حزنت كثير على خروجك في البرايم. سود. ما راح أفرط فيك بعد البرنامج. أبو عشق. تمام. عندك الحين سؤالين ناقضت نفسك فيها، أو أربعة معليش. في البداية قلت مستحيل أنا وأنت نتوافق، قلت عبد الرحمن. ما أمل من الجلسة معك، قلت عبد الرحمن. صح. إذا أنت ما تتوافق مع الشخص معناته الجلسة راح تكون كلها معارضة وراح تملها. لا بس الشخص الوحيد اللي أبدي أنا رأي هو يبدي رأي. أنت ناقش في رأينا لو أنها خطأ، لكن وش أحب بلادمي ذاك. طيب أنت قلت بعد في ليتك جلست في بيتكم ولا شاركت البسام عشق، ثم قلت ما راح أفرط فيك بعد البرنامج يا بسام عشق. أني ود أنه برا القرية. ليه برا القرية؟ ما كان بالشكل المطلوب؟ لا ما كان بالشكل المطلوب. إيه. ليه؟ ممكن أعرف بما أنه راح يكون برا أفضل، هل بسام عشق ما عاش واقعيته المطلوبة؟ بسام عشق اللي برا ما هو بنفس اللي داخل. كلامك يقول زي كذا. عاش هنا واقعيته. لكن سم؟ أقول عاش هنا واقعيته. كلامك طيب يقول غير كذا. أبو عشق من الأشخاص اللي نظيف قلب. ما يختلف فيها طيب. راسه طيب. سالفة إنك تقول ما عاش واقعيته، بالعكس عاش واقعيته، لكن ربما إنه كيف أقولك يا يعني إنه في مبتدأ النسخة. لو إني أقدر أقول لك إنها 40 يوم 50 يوم ما كان يتناسب جوه مع جو العيال، كذلك أنا بعد. يمكن لك توجه السؤال مرة ثانية وقلت ليتك جلست في بيتكم، يمكن أقول أنا هذا وقف. طيب يعني خلني أقول لك سؤال ثاني، خله من جهة ممكن تكون الإجابة سهلة عليها. ليه ليته ما شارك في البرنامج؟ هل ممكن أنه أصبح منافس على المركز، منافس صريح؟ هل بأنه ممكن أنها والله شوف ما في كيمياء بينكم في جلسة؟ لا 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 والله أن أكبر كيمياء. عطني إجابة من عندك. وبينه أبو عشق، لكن ودنا شارك في برامج الشعر. الشعر يعني ظلم نفسي بمشاركته في برامج الواقع. نعم. وربما له خطوه تاليه، لكن انا اشوف انه ودنا يشارك في برنامج مثلا برنامج شعر الرايه وشعر المليون، لانه شاعر. طيب عشان كذا انت تشوف انه ممكن انك تحارشك اليوم ويا بعيون خضر وعشك صدره شمالي. يا سلام عليك. طيب تحملني وتحمله. مع ان ما ادري يمكن زي ما يقولون مزح برزحه، لكن انا بسال فهد الحين. فهد ليه تاخر على ما كشف شخصيته اللي ممكن انه يقوم ويلعب، يقوم ويدخل اي فعاليه، يضحك، يمزح. صح. يتقبل المزح. ليه كان اول 30 يوم او اول 40 يوم متكي عند العزبه بس؟ فهد القيس تلقى دائما في اليوناني الزاوية اليمين أو في ساحة الإبداع. صح. ليه ظلمت نفسك؟ هل كنت أنت متردد؟ هل فهد الشاعر ما يقدر أنه شو يمزح؟ شوف أنا ما أدري من اللي ضحك علي وقال أنت بشارك في قناة البادية أول 40 يوم. كنت شاد على بعد درجة، ما ناقص أن نجري طول العمر وروحوا لي جنبي. ما كنت أحسب أنه برامج الواقع كذا، كنت أحسب أنه وش من الانضباط كذا. ما فجأة أني فكرت ان الانضباط ما هو بانك لازم انك تجلس ولا تطقطق مع العرب ولا تعيش مع العرب.
رغم اني هنا صرت صعب التعايش، رغم اني برا اني سريع التعايش مع اغلب الفئات، اتعايش معهم على طول. لكن هنا خذيت بعد ما فكرت في قرار اني اتراجع عن قرار، يعني اني الشده والكاريزما، كاريزما الشاعر والشخصيه والانضباط، اطلع منها شوي، اطلع جزء من شخصيتي. ابشرك اني بعد فتره بسيطه شوي انتقلت من فهد قناه الباديه الى فهد قناه بدايه. طيب ليه؟ هل ما كنت يعني تعرف برامج الواقع؟ هل فهد قدم كذا بدون ما يعرف في يوم من الايام جاء برنامج لقاه في الجوال انه يقدم عليه، قدم بدون ما يسال، بدون ما يعرف، وجاء وتعنى من تربه ودخل برنامج هو للان ما يعرف؟ بالعكس، يعني ما سالت، ما تابعت اي برنامج واقعي قبل؟ ما طلعت انا متابع يعني مو بشيء جديد عليك؟ متابع جيد البرامج، لكن يوم دخلت هنا احس في شيء غريب. طيب لو اتيحت لك الفرصه هل ممكن تعيدها؟ لا. معناته لا اعجبتك في بدايه الامر يوم كنت على قولتك شاده، ولا اعجبتك يوم؟ لا والله، ابشرك انه في بدايه البرنامج اخذت بس سعد حد، وفي نهايه البرنامج اخذت بس سعد حد. طيب رساله اخيره يوجهها فهد، او خلني قبل الرساله ابي اسمع منك بيتين. أعطوني السؤال الأخير أخضر، ولكن قيمة سؤال واحد، لأن العرض كان سؤالين، إذا جاب عليها كلها بصدق. يقول يا سلطان أنا ضايق ولا أدري وش اللي فيه، ما عاد أتحمل كلمة تزعج أخلاقي. يا سلام. جامل مع العالم ولا كان فيني شيء، وأنا داخلي شيء ثنى عزمي وساقي، تعبت أطرد الأمال ما بين ذيك وذي، وسابق على الطيب وعلى حقوة الهاقي، لكنك تنعت وراضي بالمقدر لي، ولا عاد في نفسي حسوفة على الباقي. يا سلام، صح لسانك. طيب كلمة تقدمها لجمهور فهد أو الفهود زي ما سميتهم أنت؟ أنا ما عدهم جمهور، أنا عدهم محبين وإخوان وخوات. كلمة الشكر أقول شكرا لكل من دعم فهد، وقف بجانبه وساند. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني قد هقوتكم، ونجعلني عند حسن ظنكم. دعمت فهد طيلة البرنامج، وطوقته بالجميل اللي لن ينساه ما حيا. ما أن في نهاية البرنامج، وقد دعمت طيلة البرنامج من بداية لما شارف نهايته، نحن الآن في المنعطف الأخير. الآن حسمت المراكز، بدأ التصويت، بدأ التنافس. بشركم أن التنافس بيني وبين إخواني، بين إخواني، أن فيه روح شريفة. سواء أخذها أبو نايف، أخذها أنا، أخذها غيري، لا يدخل في قلوبكم شك أن نتنافس على شيء، ما يرضي الله ولا يرضي غيره. بشركم أن نتنافس على روح وعلى علم طيب، وعلى على 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 علم يجملنا حنا ويجمل ربعنا، مهبرانا قدامنا. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني قد الحقوة، ولعلي أني قدمت الشيء اللي يجملني ويجمل ربعي. بيض الله وجه ربعي، محازمي، درع جنبي، تاج راسي. هم الله اللي فهد بدونهم ولا شيء. هم الله تاج راس فهد. هم الله اللي دعموا فهد من طيلة البرنامج، من بدايته لنهايته. والله يا فهد إن بدونكم ولا شيء. وأنا أقول وقالوا قد قالوا وقالوا قبلنا العقال عز الراس بمتانة. أقولها وأكررها وأعيدها، والله إني بدونكم ولا شيء. شكرا لكم، بيض الله وجيهكم. شكرا لأبوي، شكرا لوالدتي، شكرا لإخواني وخواتي وربعي كلهم. الله يبيض وجيهكم ويخليكم لي ويطول عماركم. كنتم سند الفهد. وتشكر طبعا والدتنا خالتك وضحى، لا تنسى. هذيك شيء ثاني، جعل ربي يخليها لي ويطول عمرك. انت هنية، انت مكانتك هنا وهنا، والله اني شفته هنا.
ولد سعد باقي له ثلاث ايام وبيجي. والله ما شارك غلا نوره الا انت. باذن الله. شكرا لكم. سلامتك ابونا. وانت سالم شكرا لكم اعزائي المشاهدين في ختام الحلقه. ان شاء الله انكم استمتعتوا رغم ان فهد ما كان ذي جراه بالشكل الكافي. اول جراه المصطنعه كسرت بالسؤال الخامس اللي حس بالخيانه في فهد. الى هنا هذه نهايه فقره التامين مع اخوكم جميل العتيبي في امان الله. بيض الله وجهك يا ابو. شكرا لك على اللقاء الممتع. هذا البرنامج برعاية السيف جاليري، آي ثوب للخياطة الرجالية، آي أكلين، شاي ثلاث تسعات، موقع جزل للمنتجات الفريدة، مياه تانية، دار حبوة للنشر والتوزيع، بهارات صرة. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي ثلاث تسعات، شاي عالمي. وبالجو الحر ضبطناكم، حار ضبطناها لكم، مجهزي لكم عرض يضبطكم ويبرد على قلبكم وجيبكم. 16 كرتون بسعر 10 كراتين، اطلب الآن. تانية، احتفل بالحياة. سبعة يظلهم الله في ظله تعالى، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق لله تعالى فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. مع بكة الخير تصدقوا معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. تخيل أنك تجاور الرسول في الجنة علشان كفلت يتيم، وبكم؟ 300 ريال للشخص الواحد وب600 للوالدين. ساهموا معنا في وقف بكة الخير، الله يكتب الأجر لنا ولكم ولكل مسلم يا حي يا قيوم. وش تعني لك 300 ريال؟ 300 ريال نصرفها في عشاء ولا في شيء ما يسوى؟ وش رايك في 300 ريال تقدمها يطول العمر في مشروع ووقف خيري وتكفل فيها يتيم؟ ترافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إليهما بالسبابة والوسطى. الدال على الخير كفاعله، إذا ما استطعت انشر. أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير أعزائي المشاهدين. طبعا وصلنا إلى المنعطف الأخير والحلقة الأخيرة في البرنامج اللي هي ستيج النهائي، واللي راح تعلن فيها المراكز بإذن الله. طبعا الأمر انتقل من أيدينا إلى أيديكم، خابرنكم ما راح تقصرون إن شاء الله، وبإذن الله أنه يصدح اسم جميل العتيبي بإعلانه فائزا بأحد المراكز، فضل الله ثم فضلكم. وصلنا إلى المنعطف الأخير، وقفتكم معي تفرق، ما قصرت من أول البرنامج ولا بقل النهائيات. رقم التصويت 17 وانتم قدها. ما احتزمت محزم من هين وبايد، احتزم باللي يرد القوم جده. ربعي يا ربعي يا محزم الظفر، اليوم احتمل ماقف واليوم يوم الختام، والله يجعل خاتمتنا وياكم خير. طبعا ما وصلت ذا المكان لما من بعد الله سبحانه ودعمكم لي، والله يجعلني فداكم، لا من هل لا من ربع لا من جمهور، والله يجعلني إن شاء الله عند حسن ظنكم. طبعا الثلاث مراكز الأولى لعل النقاط ما تساعدني فيها، لكن العشم إن شاء الله في نجم الجمهور وما عليه خلاف، دام جمهوري وراي مشعل بن مرعي القحطاني رقم 12. بيار قندون الأوائل مضراه، قد حاتهم في الطيب ما هي تخذل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم كل خير. أخيكم سلمان بن ملهي، رقم التصويت 14. أتمنى منكم جمهوري الوقود الحقيقي للنجاح، اللي أعطيتوني 7 حصانات بكل جدارة، أتمنى منكم التصويت لي في
في درع نجم الجمهور والله يوفقنا وياكم. سلام يا ربعي عزيزين وأشراف، سلام يا الجمهور في كل ديرة. فضل الله ثم فضل وقفتكم، وصلنا للنهاية وبدعمكم ما دخلنا ولا برايم ولله الحمد. ولكن اليوم جاء وقت الوقفة، رقمي في التصويت 29، واليوم يومكم والله يجعلنا وياكم على القوة. يقول حنا خلقنا الله نحب المعضلات ولا نجلة في الصفوف الأولى. الشيء الأول كلمة شكر أهديها المحبين والإخوان والربع والأهل فهد، الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم على دعمكم المستمر من طيلة البرنامج إلى الوقت الحالي. جميل ان طوقت ونيبه لن أنساه ما حييت. الشيء الثاني تصويتكم مطلب، نحن الآن في المنعطف الأخير وهذا التصويت النهائي، الرقم 11. شدوا الهمة والقوة، القوة لا بارك الله في الضعف. مطغيكم الله علي ينفض حسابه مع ملايين لكن ما معاه انتم ربع وجماعة وجمهور. اليوم يوم الحصاد، راح الكثير ولا بقى اللي قليل. وقفتكم مطلب، رقمي في التصويت 5، وجعل التوفيق فالنا وفالكم. الله خلقنا ما نحب الهزلة، كبار وفعول الكبار كبار. اللي علي وسويته خلال فترة البرنامج، اللي باقي عليكم من جمهور من بني عم من ربع، وجعلني والله ما خلا منكم ولا عدم. التصويت بين يدينكم وما خلا من وقفتكم. أرحب والله يحييكم تحايا السيل ونجوم سهيل، جعلني والله ما خلا ولا عدم منكم، ربعي ومحبيني وإخواني، كل من دعمني في هذا البرنامج جعلني والله ما خلا ولا عدم. اللي علي وسويته في نهاية البرنامج ما نستغني عن دعمكم، وبإذن الله أننا نطلع بأحد المراكز الثلاثة أو نجم الجمهور، وعسى الله يكسب لنا الخير أنا وإخواني كلهم. بني عمي أقرب من حزامي ليا ونيت، خوالي شنار الحرب لا دقة أجراسه. أرحبوا ثم أرحبوا، وصلنا إلى النهاية فضل الله ثم فضلكم. الله لا يجعلني أتبدل فيكم لا من أهل ولا من إخوان ولا من عيال عم ولا من ربع ولا من جمهور. وقفتكم غالية وجعلني والله أفداكم. وصلنا إلى النهاية وختامها مسك إن شاء الله، إن شاء الله أن نكون نتوج بإحدى المراكز ولا نجم الجمهور. وقفتكم معي وأنا والله ما خاف، وأنتم معي حي والله ذا العين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بيض الله وجيهكم لكل من دعمني في الأيام الماضية من جمهور وداعمين وربعي. ثانيا احنا وصلنا إلى النهايات، والحين التصويت المادي، احنا نبغى وقفتكم، وبإذن الله احنا ناخذ إحدى المراكز. سلامتكم. يا مرحبا والله مسهلا وحياكم الله. حب أقول الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم، ما قصرتوا، دعمتوني من أول برنامج إلى آخر البرنامج، وأنا ما وصلت هنا إلا بفضل الله ثم فضلكم. الله يجعلني بثداكم ولا قصرتوا، هذا أولا. ثانيا رقمي للتصويت 15، واللي معه مثلكم ما عليه خوف، لا تخلوني ربعي يا ربعي. وصلنا للمنعطف الأخير والتصويت النهائي، هذا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضلكم أنتم يا من دعمتموني ووصلتوني إلى هذه المرحلة، المرحلة النهائية. شكرا لكم. رقمي كمتسابق 23، ومثل ما كان دعمكم لي في اليوم الأول مهم، دعمكم لي الآن أهم للحصول على المركز الأول. ذكر عظيم، الموفق من يوفق له، وأنا متأكد أنك أنت وأنتي تعرفونه، لكن نذكر بهذا الذكر حتى يعني نكسب الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت. يعني أخطأت في الأولى في الثانية ما في مشكلة، المهم تقول الذكر. ما هي هذه الكلمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فحافظ وحافظي على هذا الذكر، لعل الله أن يجعل هذا الذكر سبب لمحبة الله لنا، ولا ننسى وقف بكة الخيري. التفكك الأسري
سوء الحالة الاقتصادية، زيادة جرائم العنف والسرقة، زيادة حوادث السيارات، الاضطرابات النفسية والعقلية لدى متعاطيها. اختر حياتك، اختر حياتك، وتذكر نحن مستهدفون في وطننا ومجتمعنا، لنكن يدا واحدة لنعزز حصانة المجتمع تجاه المخدرات. لا تتردد أبدا في الإبلاغ عن تهريب المخدرات وترويجها. تواصلوا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995. وشكرا لهم من قلبي، الله يرحم والديهم. شكرا شكرا. المقدم الكبير الله 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 اكبر. عين اليمين وعين اليسار، الله يا عيوني. انا اليمين الله ياخذك، مفقوعه ما عليه. مرحبتين مرحبتين. شنو الكره الزرقاء كذا من السويش؟ كمان راح اعطيك تقبيل جميل، اسئله مكتفه يا حبيبي. قلنا شايف نفسك ارحب ناصر العربي. يا مرحبتين. وش ناصر؟ وش رساله ولا انت ناصر؟ ايش الابداع ذا يا شباب؟ امك ازرق يا ابوي. وش الابداع؟ سحساوي حبيبي، سحساوي. الو الو ايش؟ الو سحساوي في صداع؟ لا لا بس طبعا ايش، ان شاء الله انكم استمتعتوا. تفضل روح في هذه الحلقه. معد ندخل ممكن نتاخرنا في ترتيبها شوي، لكن ان شاء الله انا طلعت بالشكل المطلوب. الشكر مو بلي، شكر للمعد الجميل والعظيم ابو حنيف. لا والله اللي ازعج اصمقني، وانا كني اشوف برطم صغير ويتحرك. ما اصدق فهد يقول تناقض على طول على طول. صيده صيده صوت الدبانه. والله العظيم انها حلقه جميله، وطالعين بطريقه مبتكره، حتى غيرت ديزاين المكان. اقسم بالله ممتع. منور حتى انت، اقول منور انت والشادو اللي حاطه. احط الشاهي وتهدى الامور. كيف اموركم؟ والله والله وحشين يا شباب. والله لنا فتره لنا فتره والله. ها فين كنت؟ ايش والله كنت انا ومسفر، حتى مسفر كان معي. لا مسفر نايم على فراشه، نمت في مكان والله ولا حد جاء. في مكان ما علمتنا مبدأ، نمت في مكان ولا حد جاء. هذه خيانة يا ولد. أنا دورت له، دورت خيانة. جاني دانك من دعم دنعة، جابوا لي دانك. أنا شفت الكراتين كبير. أنا أقول لك قلت والله راحت عليه. يستاهل، لأن لو بينام في مكان ما يعرفونه يعلمنا عشان ننام معه. صح حنا ترى نتعب. ليه ما قد نمتوا؟ أنا تدري صاحي من الساعة كم؟ متى؟ 9 الصباح. صاحي من 9 الصباح؟ نعم. وأنت؟ أنا صيت 6-7. ليش؟ المغرب. بسم الله عليك. من 7 شغال. يلا مشينا. يا رجال طحطيحك قبل شوي وأنا شال الهادي. شال له كذا، فزحلق مع باب الهاوس. أنت لازم يعني بيطيح جسمي كله على رجلي، طايح كذا. كذا. أنت وش؟ لا هو خصائي. طحت جسمي كله طاح كذا. رجلي ذي كذا. طحت كذا. وهو فوق. طق شيء. انكتم صدري. بغى بغى حقت. لا بس يوم ذا قلت هذا وين حساب بن كتم.